بتدخلون صفحة Bath and Body Works بتلاقون إن عندهم عروض تجنن، طبعا بمنتجات العناية بالجسم أو حتى الشموع أو صابون اليد اللي أنا وايد أحبه. عندهم صابون اليد ما يتفوت يا جماعة، وفي عندهم هني منتجات تشترون اثنين وتحصلون على واحد مجانا، وأحلى شيء عندهم منتجات العناية بالجسم بحجم الصفر. كم تدخلون على الشموع اللي بثلاث فتلات وتطالعون الفليفرز اللي موجودة تخبل. طبعا أنا بروح على الفليفر اللي أحبه اللي هو الجاردينيا. دشوا عليه وشوفوا السعر كم. السعر 59 درهم، وبينزل أوفر ليوم واحد فقط واللي هو باكر إن شاء الله، يبتدي من الساعة 12. ادخلوا وشوفوا الأوفر، بيستوي الشموع اللي بثلاث فتلات بتستوي ب39 درهم فقط، وبالريال السعودي بتستوي 49 ريال سعودي. ما باكم تفوتون الفرصة، لأن بعد بعطيكم كوبون الخصم اللي بينقص من سعرها أيضا 10%. في الصفحة الرئيسية بتلاقون هني منتجات العناية بالجسم ب35 درهم، هذه عروضهم اليوم. يعني بتلاقون الشاور جل نفس هذا والبودي سبراي وبعد البودي لوشن كلها ب35. تخيلوا الأسعار كم كانت وكم استوت. لا تنسون كود الخصم اللي بينقص بعد من هذا الخصم الموجود 10% إضافية. شوفوا كيف يعني كولكشن كبير كبير كبير، يعني تاخذون راحتكم وكل اللي انتو النكات اللي تحبونها موجودة في Bath and Body Works. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.